فقدت راندا المنشاوي مساعدة رئيس الوزراء ورئيسة لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، عددا من القرى في محافظة قنا لرصد المشروعات المطلوب تنفيذها والوقوف على الاحتياجات المخطط للقيام بها ضمن المبادرة. وأكدت المنشاوي خلال زيارتها للقرى التابعة لمركز الوقف في قنا أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى والكفور والنبوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، سعيا لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة. وأشارت المنشاوي إلى صدور توجيهات بحصر المنشآت الحكومية غير المستغلة بالقرى لاستخدامها في إنشاء مركز مجمع لخدمة المواطنين.